منذ أكثر من 10 سنوات أنا أصبت بالحرب اللبنانية، صوبت وبعد ما ضاقت فيه السبل حاولت أني سوق، أنا بسوق درايف يعني أنا بسوق عندي سيارة وبشتغل شغلي وبكل جدارة وبمسؤولية، حاولت أتقدم على دفتر سواقة عمومي لشرع العمل اللي بقدر أقوم فيه، رفضوا لي الطلب مع أنه القانون الموضوع لحقوق الإنسان لحقوق المعوقين بلبنان 220/2000 واضح، والنص القانوني كتير واضح بالفقرة يحق لكل معوق أن يتقدم بطلب رخصة سير سيارة عمومية، ورفض لي الطلب. يعني هذا القانون واضح، بجيب لي حقي، يعني هذا الموجود، في حقوق موجود القانون، بس بدنا المراسيم التطبيقية للقوانين وإلزامية تطبيق القوانين، إلزامية تطبيق القوانين لحقوق شرعة الإنسان.